حلهم يعني ما كاينش بروبليم. الشيء اللي كان صعب على السنديك اصبح سهل للشركه الخاصه، اي استخلاص الاشتراكات بل والمتابعه القضائيه ايضا اللي ولات ممكنه، وما بقاتش الجوره عائق كما كان من قبل. باش نفهموا اكثر هذا الجانب طرحنا السؤال على محامي كيتبع هذا النوع من الملفات. القانون كذلك تعرض لهذه المساله من خلال الماده 24 و25 من نفس القانون. الماده 24 كتحدد بانه يتعين على كل مالك مشترك ان يساهم بدوره في صيانه الاجزاء المشتركه، وبالتالي في حاله تقاعس يعني اداء واجباته اللي كيحددها الجمع العام ديال الملاك، فهاد الحاله يمكن لوكيل الاتحاد اي اتحاد الملاك المشتركين ان يلجا الى رئيس المحكمه في اطار صيغه جديده جاء بها القانون اللي هي امكانيه استصدار امر بالاداء في مواجهه المالك المشترك المتقاعس عن اداء مساهمته. وفي هذه الحاله المشتري جعل هذا الامر بالاداء عنده قوه الزاميه، فيه النفاذ المؤجل وكذلك عنده صيغه ديال الرهن الجبري على العقار. بالتالي كاين هناك خصوصيه اخرى في هذا الاطار، هي انه الطريقه اللي كيحدد فيها الجمع العام امكانيه اداء تلك المساهمات سواء دوريه او سنويه، في الحال اللي كيتقاعس فيها هذا المالك المشترك عن اداء قسط من الاقساط يصبح جميع الاقساط المحدده في الجمع العام حاله الاداء فورا، وبالتالي يمكن ممارسه الامر بالاداء في مواجهته عن طول المده، ماشي غير على الشهر واحد ولكن على السنه بكاملها. ثم سولنا على نوع القضايا اللي مرتبطه بالملكيه المشتركه وترتيبها حسب العدد. انواع النزاعات اللي مطروحه على المحاكم اما انها تخص عدم اداء المساهمات، اما انها تخص الاستغلال الفاحش والعشوائي والغير مبرر من قبل احد الملاك لاجزاء مشتركه وانه يدخلها في ملكه الخاص، اما انها تتعلق باضافه بنايات عشوائيه من طرف احد الملاك ضدا عن قرارات الجمع العام، اما كذلك انها تتعلق بامكانيه طلب مراجعه المساهمات المخصصه للملاك المشتركين، لانه في الغالب الجمع العام يقرر تحديدها بصفه جماعيه مشتركه وبصفه مماثله، والحاله انه هناك تفاوت في مساحات الشقق او مساحات البنايات. الحالات اللي شفنا عمارات العديد من التجهيزات المشتركه فيها معطله، وهذا سبب كافي باش القيمه ديالها تنقص في سوق العقار. الحالات اللي شفنا ما كتعنيش ايضا وجود ما هو سلبي فقط، والدليل هو تجربه في العاصمه الرباط اللي بدات هذه 10 سنوات في مجمع سكني. تتكون من 26 عمارة، وكل عمارة فيها واحد 10 ديال الشقق، وحنا وانا مسؤول على جمعية اللي تتكلب مجموعة ديال 5 ديال العمارات اللي تأسست في عام 2001. والوضعية الاجتماعية ديال السكان ديال القطينة بلا ريزيدونس هي عبارة على أساتذة، مهندسين، أطر وموظفين ديال القطاع العام والقطاع الخاص، بالإضافة إلى هناك واحد الجزء من أصحاب الجالية القاطنين بالخارج اللي تيجيو من الصيف للصيف. وهذه المدة كاملة الحمد لله تمت الهيكلة ديال الحدائق وديال تكلفنا بالحراسة والصيانة ديال الكهرباء، بالإضافة إلى النظافة وتسيير المواقف ديال السيارات بحكم عندنا بزاف ديال السيارات. الحمد لله، ومن المهام الصعيب اللي بزاف هو الاحتفاظ بهاد الحدائق والخضوره ديالها. لكن البدايه ما كانتش سهله. بعدا باش الناس يقتنعوا ويدخلوا من الفكره ديال تاسيس الجمعيه اللي تقوم بهذا الشيء كان شويه ديفيسيل، لان الناس ما تيتجمعوش بحكم الناس مشغولين وكاين اللي ما مهتمش وهذا. نهار تاسست الجمعيه تاسست باشخاص قلال، 7 الناس يمكن. ومن بعد عام على عام ولينا نربحوا الناس بحكم انهم شافوا الضروره ديال اننا خص يكون تسم محافظه على الحدائق، تسير مواقف السيارات، النظافه، الحراسه. وعام على عام الحمد لله الناس ولات يعاوا بالدور ديال الجمعيه، الى درجه ان دابا في جمع عام تيحضروا واحد اكثر من الثلثين، والحمد لله كل شيء ولا تيساهم. المساهمه مكنت من تحقيق عدد من المشاريع. ومن المشاريع المهمة اللي حققنا ابتداء من أواخر السنة الماضية هو مشروع ديال البير، لأن كانت الجماعة تزودنا بالماء وقطعتوا علينا بواحد بلا ما تعلمنا. اتخذنا قرار على أساس بمساهمة السكان على أساس نصاوبوا بير اللي كلفنا تقريبا بين 70,000 حتى 80,000 درهم. ثم تم ربط السكان بالويفي. طرحت الفكرة بحكم أنه الميدان ديالي، قررنا اننا ندير المناصطه لسوند الريزو في العماره،
سواء ويفي سواء باغ كابل، دونك لهم الاختيار. كانت مجموعة في الأول كاين الناس اللي كان ديجا عنده كونترا وعنده مسائل ديالو احتار منها، ومن بعد كاين اللي التحق بينا على أساس مهتم بهذه القضية، وكاين الناس اللي عاوتاني ما مهتمينش، بحال في 10 الناس عندنا 6 الناس سو انتيريسي اللي دابا حاليا دايرين لانستالاسيون وخدامين مزيان، مهنيين من المشاكل ديال لا فيتاج ديال لا لونتور ديال لا دي اس ال، بالإضافة في إطار أن الميدان ديالي تم المشاكل ديال الكونفيغوراسيون ديال السيستيم وداك الشيء مهنيين منه. مؤخرا قمنا بتجليج جلجنا الحيوط ديال العمارة اللي حتى هي كلف خدات شوية الوقت، لأن كاين بحال دابا كاين العمارات اللي صبغوا، وحنا في العمارة ديالنا الناس اقتنعوا على أساس الصباغة شاك فوا غادي نعاودوها كل عامين، فضلوا أننا نزيدوا شوية ديال المساهمات وجلجنا درنا الحمد لله جودة مزيانة وكل شيء تيشكرها. تجارب عديدة، القواسم المشتركة بينها كثيرة، ملكية مشتركة عايشين فيها أسر عديدة، أغلبها كان فيها سانديك ثم اختفى وبدأت كل شقة كتحل مشاكلها بوحدها، أو فيها سانديك لكن مكبل اليدين لأن السكان ما كيخلصوش. في جميع الحالات السكان هما اللي بيدوم الحل بنفس الدرجة باش هما سبب المشكل. حوالي 4 ملايين أسرة ومعدل 3 ديال الأشخاص على الأقل في كل أسرة، كيعني أكثر من 12 مليون شخص كيعيشوا هذا النوع من المشاكل اللي مرتبطة بالملكية المشتركة. مشاكل في الواقع وكما تبعنا هي من صنع السكان، بعضهم هو سببها والبعض الآخر كيتحمل نتائجها في صمت. مفارقة حقيقية لها العديد من التمظهرات وأهمها توفر قانون لكن ما كيتطبقش، واختيار السكن في ملكية مشتركة دون الالتزام بتبعات هذا الاختيار، أي احترام المشترك والمساهمة المادية والأخلاقية في تسيير المشترك. نهاية الحلقة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء في العدد القادم على قناة الأولى. إلى اللقاء.